اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الوطني كفاءات اردنيه. وكما عودناكم في كل حلقه نختار لكم الافضل والمميز. رحبوا معي في ضيف حلقه اليوم الاستاذ هشام صاحب سمكه اريج. بدايه مساء الخير استاذي. مساء الخير، اهلا وسهلا، نورنا على القناه استاذ. وجودكم اهلا بكم استاذ هشام. بالبدايه بنحب نعرف استاذ المشاهدين بحضرتك، نتحدث عن الخدمات اللي تقدمها بالسوبر ماركت ومتى تم افتتاحها. تفضل. افتتحت البقالة هون في سنة 1993، بنبيع فيها منتجات مواد غذائية ومكسرات وألبان وجميع الأشياء المطلوبة للمواطن. نعم. حضرتك مؤسس السوبر ماركت أستاذ هشام؟ كان سابقا قبل سنتين قبل ما اشتريها من كان صاحبها العلوي. نعم. اشتريتها منه في 93، هو فتحها بال 91. نعم. استاذي نتحدث عن الخدمات اللي تقدمها، الاسعار المناسبه للجميع، تطور القطع، كيف بتشوف؟ تفضل. بالنسبه للاسعار كلها الحمد لله كويسه، بالنسبه للمواطنين حسب اسعار السوق واللي محددته وزاره التجاره والصناعه. نعم. بتواجه صعوبات ومشاكل في هذا القطاع استاذ هشام؟ بالنسبه للصعوبات لا توجد صعوبات. الحمد لله. نتعامل مع الناس بأخوية. الحمد لله يا رب. الحمد لله. كيف بتشوف قطاع السوبر ماركت أستاذ هشام؟ مربح كثير. الحمد لله. أستاذ هشام نتحدث عن نعمة الأمن والأمان بأردن، مثل ما بتعرف أردن بيلعب نعمة الأمن والأمان، لما زدنا عن باقي الدول، إيش بتعني لك النعمة؟ الحمد لله، دائما وأنا قاعد في السوبر ماركت أشكر ربنا على الأمان الموجود عندنا بحفظ صاحب الجلالة الملك. نعم. ورعايته. نعم. إلنا الله يخلينا يا رب ودي معي نعمة الأمن والأمان. الحمد لله. كل شخص من رأي جلالة الملك، لو حالفك الحظ التقيت فيه شو بتحب تحكي له؟ يعني أشكره على فضله ورعايته إلنا، ونتمنى له طولة العمر والتوفيق. آمين يا رب. أشكرك أستاذ هشام. نهاية اللقاء بنحب نحدد للسادة المشاهدين أين موقع السوبر ماركت وأرقام الهاتف للتواصل. تفضل. السوبر ماركت موجود في صويلح الحي الشرقي بجانب مدرسة ام كثير. نعم. رقم الهاتف؟ رقم الهاتف 0796905851. بشكرك استاذ هشام ويعطيك الف عافيه. الله يبارك فيكم، اهلا وسهلا، شرفتونا. وفي نهايه هذه اللقاء اعزائي المشاهدين نتقدم بجزيل الشكر العرفان للاستاذ هشام من سوبر ماركت اريج على تواصل دعم هذا البرنامج. بشكرك مره ثانيه. الله يبارك فيكم. كفاءات اردنيه، شرفتونا، اهلا وسهلا. هذا الاردن ارتنا واغلى من الروح ترابه.